مساكم الله بالخير والنور والسرور، يا مرحبا بكم وسهلا. كرفانات الخليج على العهد باقين، يا من طالت غيباتهم يا ابو الغنايم. كرفانات الخليج وصول الدفعه الجديده من الكرفانات 2020. طبعا في كرفانات الخليج عندنا مجموعه كبيره من الكرفانات، في كل اسبوع باذن الله راح يكون عندنا كرفانات. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الكرفان الفور ويل، هذا الكرفان الفور ويل طول 32 قدم. عندنا كرفان السنجل كلهن تكوني تراهم مواصفات، جنريتر 5500، مكيفين، نظام الهيدروليك، ثلاث كاميرات، كل ما تتمنى موجود في هالكرفانات. طبعا هذا احنا هالاعلان اللي راح يكون في هالكرفانات راح نعطيكم اياه بشكل تفصيلي في السناب ان شاء الله وفي الانستغرام. طبعا هذه الكرفانات كلها بنعطيكم اياها بشكل تفصيل. ركز يا صاحب، ركز، شو اللي تدوره؟ ركز يا صاحب، ركز وياي. مجموعة كبيرة من الكرفانات، تشكيلات، شو اللي تبغي من التقسيمات تواصل وياي. تبغي الفورويل 24 قدم، تبغي الفورويل 32 قدم، شو ما تتمنى موجود في كرفانات الخليج. مثل ما وعدتكم قبل، كل ما تتمنى في الكرفان تقسيمات معينة بتلقاها بإذن الله، وتواصل وياي وما بتشوف إلا الجديد. نبدأ الكرفان. طبعا هذا إخواني، هذا الكرفان الفور ويل درايف بطول 32 قدم، اي 450، نظام الفور ويل بتشكيلة الجديدة هذه أفرود. نعم هذا كرفان أفرود بتشكيلة الجميلة، مستودعات وين ما بترجع، مستودعات المظلة التماتيك، سماعات الخارجية. شوف المستودع الكبير، هذا المستودع الكبير، يا سلام يا سلام يا سلام. يوم اقول لك الكاميرا ما بتعطيك الالوان الداخل، شوف الالوان، شوف لازم توصل عندي وتشوف الالوان، تشوف شكل الكرفان، شوف الحين هالتصوير كله، والله ما يعطيك على الطبيعه، الطبيعه غير 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 احلى مليون مره. عشان شي قلت لك توصل عندي وتشوف الكرفان. كرفان يا صاحب طول 32 قدم، جنريتر 5500، مكيفين، نظام الهيدروليك، ودلع يا صاحب. تشكيلة جميلة من شركة الفورست ريفر، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ومع كرفانات الخليج انت دائما في المقدمة. نشوف الكرفان من الداخل، يلا بسم الله. شوف الكرفان من الداخل، تخيل يا صاحب انت شي قاعد في هذا المكان وحد يسوق. 5 نجوم يا صاحب، 5 نجوم ولا انا غلطان؟ طبعا اخواني عندنا هذه القاعدة الجميلة تتحول الى سرير، وعندنا هني الشبرية يكفي لشخصين كبار، والصغار يكفي لثلاثة او اربعة. طبعا التلفزيون 12 فولت عيب. وهاي الطاولة الجميلة تسوي ريوقك، خميرك، شبابك، دلع دلع. وليش ما تدلع؟ كم مرة بتدلع في العمر؟ في هالكرفان غير. ثلاجة 12 فولت، نظام الفور ويل، مكيفين. اوعدكم ان شاء الله الاسبوع الجاي بتشوفون كرفان غير غير غير. عندنا المطبخ الجميل في هذا المكان، بترفع الطاوله تبى تطبخ، كبرنا الطاوله في هذا المكان. الثلاجه 12 فولت. ليش يا اخواني؟ هي زينه تبرد بسرعه، ما تبطي عندك في البروده. عندك هنا حق التلفزيون حق الصغاريه في هذا المكان، وعندنا الدبل شبريه اذا ما بغيناها رفعناها فوق. غرفه جميله متواضعه، هاي الغرفه، هاي تسال عن السعر، تسال عن شو سعر فور ويل؟ غالي يا اخوي، يعني غالي شويه، 470,000. كرفان الفور ويل غالي شويه، 470,000. اما بتقول طبعا بيكون اللون الابيض لان هذا الشغلية، سامحني يا صاحب شويه غالي. انزل تيهني في هذا المكان، غرفة النوم معزولة مع المكيفة، ألوان جديدة، هاي الألوان هذا الكرفان الجميل بغرفته المعزولة مثل ما تشوفون. وكرمته الحمام، هذا هو الحمام، حمام كبير وواسع، يعني تقدر تقول ان هذا الكرفان ما عليه وايد انتقادات. بس اكون واضح وصريح وياكم، بس ان النقطة الوحيدة اللي ما كانت موجودة فيه التلفزيون الخارجي. بس اوعدكم بعد اسبوع بتشوفون كرفان تشكيلة جديدة
بشكل جديد. يعني هذا وعد مني ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله، الله يقدرنا ودعواتكم لي بالتوفيق ان شاء الله. طبعا في كرفانات الخليج بتشوف كل ما هو جديد في عالم كرفان، بنبدا في كرفانات الثانيه القلص، في كرفان معين تبغيه، في شيء معين انت تبغيه تواصل وياي، قول لي ابغي هذا الكرفان، اهي التقسيمه ما عيبتني، ابغي هذه التقسيمه، ابغي هذا النوع، تشكيلات واسعه من الكرفانات. بننتقل للكرفان الثاني وبنعطيكم علومه. السلام عليكم، انت وين؟ تاخرت ما جيت. وصلت لنا مجموعه من الكرفانات، هاي كلها كرفانات. طبعا عندنا الشركه، طبعا عندنا كرفان الكوتشمان، كرفان كاتالينا بطول 31 قدم بسعر 117,000. وينك انت؟ تعال خلنا نشوفك. كرفان طيب مع توسعه، مع مطبخ خارجي، غرفتين معزولين عن بعض، تبى الموتور هوم، تبى القلص، تعال وشوف، تحل عينك، اسعار طيبه. وقارن في السوق، اسعار طيبه. طبعا عندنا في كرفانات الخليج نسولف فيها، طبعا نبدا في هذا الكرفان الطيب ونشرح لكم اياه شرح تفصيلي. تحملني يا صاحب، تحملني. مستودع الكبير الخارجي. ركز وياي، شوف المظله الكبيره الخارجيه هذه، هاي كلها مظله كبيره خارجيه، بتحط قاعدك وبتبرز برا، بتحط كراسيك، ويطيح عليك المطر، الله يرزقنا ان شاء الله يا رب. هذا المطبخ الكبير اللارج، كبير كبير كبير. ناخذ لفه على هذا الكرفان، عندنا التوسعه الكبيره، هذه التوسعه الكبيره، هني اذا تبغى تحط اغراض كبيره نشل هذه الطاوله، الحديدتين نشلها وتدخل اغراض كبيره، تدخل على كيفك، تبغى تدخل حصيرك او تسوي لك سله، نسوي لك سله هني ورا في كرفانات يلا سمي بسم الله، وتدخل هذا الكرفان في هذه القعده الطيبه، بتحط الكوفي، بتحط لك شيء، بتدلع، يا سلام. طبعا عندنا هذه القعده كلها، طاولة الطعام طاولة كبيرة، يمكن بالعين ما تقدر تشوفها، بس هي طاولة كبيرة بحرف اليو، تتسع لواحد اثنين ثلاثة، تتسع لأربع أشخاص تقريبا. طاولة طيبة، تغدى يا صاحب وتدلع، تفتح الجامع من هالصوب، يدخل عليك الشمس، بتجبل على بتوقف عند البحر، بتوقف في مكان، قاعدة طيبة. هذا المطبخ ماخذ كيرف طيب، هذا مكان التلفزيون، تقدر تحط لين 42 تقريبا بوصة، تقدر تحط لين 42 بوصة في هذا المكان. عندنا هني الشبريتين، الثلاث شباري نقدر نقول في هذا المكان، نقدر حد يرقد من العيال، وفي عندنا الدري إلى المكان. طبعا في نظام التدفئة في هذا الكرفان، وفي المكيف السنترال، مكان للتلفزيون في هذا المكان إذا حبوا يشوفون التلفزيون. عندنا هني طاولة طعام، نقدر نرفع هذه فوق وتصير طاولة طعام، ونقدر نفتح الباب لتغيير الهواء، مسر الهواء، تقدر تغير مسر الهواء في هذا المكان. كرفان طيب يا إخواني، تقدر تشوفه طبعا غرفتين معزولين عن بعض، سعره طيب، أقارن دولة في هذا المكان. يعني يمتي هنا بابين، شوفوا غرفتين معزولين عن بعض، وعندنا الشبرية الطيبة في هذا المكان، وعندنا مستودع أخوكم براشد حمد الفلاسي، لا تنسانا نترياك في كرفانات الخليج، مع السلامة. عندنا هذا المستودع الكبير، صاحب شو تدور؟ كرفان تبغي تقسيمة كبيرة، تبغي تقسيمة صغيرة، تبغي نظام الأوفرود، تبغي نظام الفورويل، تبغي الشكل الجديد، أوعدكم بإذن الله إن شاء الله خلال أسبوع بتشوفون كرفان جديد، بدأ أنواع جديدة. هذا اللي اعتدنا عليه في كرفانات الخليج، كل ما هو جديد في عالم الكرفان راح تشوفه في كرفانات الخليج. خلك مع كرفانات الخليج، أنت في القمة.